غلبت من الشيطان فاندم على ما كان منك. المؤمن تقع منه المعصية خاصة إذا كان شابا، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لكن شاب يأتي بألبوم صور، وما أنا لا أعرف في التقنية، لكن يأتي بالتقنية ثم يريها زملائه، فعلت وفعلت وفعلت، ويجعل كيدا يكيد به الأعراض والناس ومن حوله من الجيران من القريب والبعيد. هذا لا يعبأ الله به في أي واد هلك، لكن قد يأتي أحد الناس، أحد الشباب، تقع منه الزلة، تقع منه الخطيئة، فأنا أقول له أول الأمر لا تخبر بذلك أحدا، فالناس تفضح ولا تعذر، والله يستر ويعفو، فاكتمها عن كل أحد، لا تقل هذا شيخي ولا هذا أستاذي ولا هذا زميلي ولا هذا والدي. أقل ما يعني أقل ما يمكن أن ينالك أنه سينظر إليك بعد ذلك نظرة ازدراء، والله لو أصبحت إماما للحرمين، لأنه سيتذكر تلك المعصية فأنت حقير في عيني، فلا تخبر أحدا. لكن إن كنت صادقا في الندم فإن الله جعل أبواب التوبة مفتوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في الحديث من قالها 7 مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغيرها مما شرع الله لك من أنواع التوبة.